أي الأرض هي فلسطين ومنفعش فيها غير دولة فلسطين. والله إذا لصالحنا محل الدولة بقدر يعني يوفرون إمكانيات العيش عادة تكون يعني دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. لا دولة واحدة طبعا فلسطين لازم. والله شو بقول لك يعني أنا أتمنى فلسطين من النهر إلى البحر كاملة ب 27,000 كيلومتر أتمناها كاملة يعني، ولكن يبدو إنه السياسات تفرض علينا شغلات تجبرنا نتبع اتفاقيات نلتزم فيها إحنا، فأنا مع سيادة الرئيس أبو مازن في حدود 67. لا مع دولة واحدة. أنا بصراحة أنا بعترف بس بدولة واحدة اللي هي دولة فلسطين، ما بعترف بشو اسمها دولة ثانية، أنا بعترف بفلسطين كاملة من النهر للبحر بس. أنا محل الدولة الواحدة. لما صرحنا يعني هو دولة واحدة بنتخلص من المشاكل ومن الحواجز ومشاكلها هي، فهيك بكون بتوقع بكون أحسن لإلنا أو للطرفين.